اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، فراخ مشويه. فراخ مشويه كل ست بيت، كل ام عظيمه، كل مبتدئه في المطبخ بتحب تجرب وتخش تقول انا عامله فراخ مشويه النهارده محدش عملها زيي. فتعالوا نعمل انا كمان فراخ مشويه النهارده محدش عملها زيي. هنعملها ازاي مع بعض؟ بتركايه كده اخليكي تطمئني ان الفراخ استوت وما فيهاش زفاره. معانا عدلها شويه رز بالزعفران مع الجزر، الرز ابن عم البرياني، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والزعفران دايما له تركايه في الرز البسماتي بالذات وفي علاقه قرب بينهم. ولكن المفاجاه النهارده بمناسبه المدارس ودخول المدارس واستقبالنا للمدارس واولادنا واوميجا 3 والزهايمر، ونعلي التركيز عندهم ونركز على الشوكولاته عشان يبقى مزاجهم حلو، واللوز يا مزاجه اللوز عشان اللوز من المكسرات اللي بتعلي اوميجا 3. فتعالوا نعمل كيكه النهارده بسيطه سهله بتركايه سهله، كيكه اللوز بالشوكولاته. بهديها لكل اولادنا اللي داخلين المدارس ونتمنى لهم عام تفوق ونجاح ان شاء الله. تعالوا ما نطولش في الكلام علشان الحلقة فيها شغل كتير، كيكة وفيها غلبة وفراخ مشوية، محتاجين نعمل تركية حلوة. هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل فراخ مشوية زي اللي انت بتعمليها. مش هنخترع حاجة، بس أنا عايزك تركزي في حاجات وإحنا بنشوي الفراخ. فرخة السمينة دي متعوب عليها. تعالوا نشوف مع بعض إزاي. أنا مش مع الفراخ تتغسل بعد التقطيع. فرخة تتغسل وهي سليمة كده زي الفل. بعد ما تغسليها وهي سليمة نشفيها منديل من الخارج ومن الداخل وقطعيها. قطعها بقى على 8، تقطعها على 10، زي ما انت عايزه حسب عدد افراد الاسره. ولكن نصيحتي ليكي بعد التقطيع الفراخ تتبل. بعد التقطيع يا عم الشيف ايه؟ الفراخ تتبل. المقادير على الشاشه: فرخه تعدي الكيلو ونص، ملحمه معانا، بهاراتنا شويه حبهان مطحونين، معلقه سكر، معلقه مستردة، زبده، بصل، ثوم، معلقه فلفله حلوه. وتعالوا نشوي الفراخ مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بخلص من العمود الفقري بتاع الفرخه دي، السلسله مش عايزها. اعمل بيها ايه؟ عندي بوكيه جرنيه على النار، محتاج لشويه شوربه حلوين لان هعمل رز بالزعفران، فالطبيعي احطها هنا في قلب الميه تغلي. بس كسبت شويه ايه؟ شوربه وانا شغال. بصلاية في قلب الشوربة، سلايز ليمون في قلب الشوربة، عود كرفس في قلب الشوربة، قرن فلفل في قلب الشوربة، ورق لورو في قلب الشوربة، حبهان في قلب الشوربة، وانت واقفة كده زي ايه؟ شربطة. فص توم في قلب الشوربة. كده انا صنعت، كده انا صنعت شوية شوربة لطاف وجمال معايا بطريقتي الخاصة وأنا واقفة في المطبخ زي الحلاوة. ماء مغلي، بوكيه جرنيه، عود نعناع في طريقي، خدته كده بالشكل ده كده وأنا واقف. ما كلفونيش حاجة، كلفوني حب، كلفوني مزاج رايق، عايز أعمل شوية رز حلوين وفرخة مشوية. بس اللي شجعني العمود الفقري بتاع الفرخ. خلوهم يغلوا على النار شوية كده لغاية لما نخلص مع بعض الحكاية اللي بنحكيها دي. آخد الفرخة دي كده، الله، ونقطعها كده. انا مش عايز الجلد بتاعها، خلي بالك. اخلص منه، نفس القصة، شيله سهل جدا. في انا من الناس اللي بيحبوا الجلد بتاع الفراخ دي لما الفراخ دي تتعمل كريسبي، تبقى مقرمشة كده وتبقى لطيفة وجميلة على فكرة، بعشقها. اقول الحقيقه يعني. اخد ده كده، ده الدبوس، وادي الحته اللي ملاصقه للدبوس، وده الدبوس التاني والحته الملاصقه للدبوس.
الجناح حبيب قلبي ده كنت احبه زمان، اخده كده ده الجناح، والجناح هنا كمان حلو. واحده واحده مع بعض كده نيجي للصدر اللطيف ده كده، صدرين اهم دول مش هحتاج ان انا اقطعهم بالسطور. اي فترات تطلع معاكي ارميها في الشوربه، خليكي تستفيدي بشويه شوربه حلوه. الصدر هنا نيجي هنا كده، نيجي هنا كده، الله ما شاء الله. ايه يا عم الشيف ده بقى، ديك رومي ده مش فرخ، نفس القصة. عرفت انا بقطع بساطور ليه؟ عشان ما تهريش الصدر، الصدر ده ما بيتحملش السكينة. الله ايه الفراخ الحلوة دي، واشيل كل حاجة هنا مش عايزها. تمام لغاية كده احنا زي الفل ماشيين مع بعض. همسك الفراخ دي اتبلها شوية توابل كده حلوين مع بعض. بدايتهم بابريكا، توابل الناعمة دي، شوية كركم، كركم مفيد جدا يخلص الكبد من الدهون، ينقي الكبد من الدهون، بابريكا، فلفل اسود وملح وشوية زعتر حلوين والملح بتاعنا. طريقتي مختلفة شوية بس، ولازم الفراخ دي تتفرك على الناشف. تاني يا عم الشيف المعلومة دي، تتفرك على الناشف من غير لا زيت ولا أي حاجة تانية خالص، لعشان الأنسجة بتاعة الفراخ تشرب التتبيلة دي. عشان كده بقول لك يا ست الكل، يا أمي يا خالتي يا عمتي يا اللي بتشوفيني دلوقتي، يا اللي بتتابعوني في أنحاء العالم على الفضائية المصرية والقناة الأولى، الفراخ ما تتغسلش بعد التقطيع. حذاري، لا سمك ولا فراخ ولا لحمة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الشيف المغازي عن ثقة. فراخ لحمة سمك قطعتيها بالشكل ده كده، أي أحجام أنت عايزاها، كباب حلة شيش طاووق أيا كان، ممنوع منعا باتا تغسليها ولا تحط عليها مية. طب أعمل إيه يا عم الشيف؟ أتبلها أيا كانت بقى التوابل هنا، عصير الليمون مع توم، مية بصل، مية خل، اللي أنت عايزاه. هنفرك الفراخ دي بالإيه؟ بالتوابل بتاعتنا دي كده. تقوم الأنسجة تشرب الإيه؟ التتبيلة اللطيفة دي كده من التوم والبهارات. ودلعها. نعم مش هحط الزيت دلوقتي. أنا لو حطيت الزيت دلوقتي يا طيب يا مبدع، هيعمل طبقة عازلة ما بين أنسجة الفراخ والتوابل. أحط الزيت بعد ما تبل الفراخ. كل تركية بعملها، كل حركة بعملها لها معنى ولها مغزى. شفت الفراخ شربت التوابل ازاي؟ لونها اتغير ازاي؟ توم، بهاراتك الحلوة من الزعتر، من البابريكا، من الملح، الفلفل، الكمون، الكركم، وهكذا. حلوة زي الفل كده يا عم الشيف. معانا جريلا شديدة الحرارة، جريلا هنا سخنة جدا. حلو الكلام. ابدا احط الفراخ على الجريلا بشويه زيت، ده مهم جدا. حلو قوي، وشويه زيت هنا كمان، ونبدا نشوي الفراخ ديت. مش هتاخد منك منت، مش هتاخد وقت، انسى انك تقعدي بقى تشويها وتقعدي جنبها خالص. دي هتستوي قبل الرز، هتستوي قبل الكيكه ما تطلع من الفرن، واحنا مع بعض كده بنتسلى. ده مهم جدا على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتوا ايه التركايه هنا؟ اقول تاني، مسكت الفرخه قطعتها، شلت الجلد قطعتها باحجام مختلفه، وبعد كده تبلتها بالتوابل اللي شفناها مع بعض على الناشف، فركت الفراخ على الناشف، وبعد كده حطيت الماده الدهنيه اللي هو الزيت، وابدا اشويها. نعم ما عندكيش جريلا زي دي، طاسة. إلا الدبوس اللي أنا بحبه بعشقه. إيه الحلاوة دي يا باشا؟
دي فرخة ولا ديك رومي ولا فرختين؟ ربنا مبارك. سمي بسم الله. هتتحول الفرخة بقدرة قادر لديك رومي. ونسيب الفرخة يا عم الشيف في قلب الايه؟ الجريلا. ونفس الكسرولة ونفس البولة ونفس الطبق اللي انا تبلت فيه الفراخ هعمل فيه حاجة دلوقتي مع حضراتكم. معانا بصلتين، معانا قرن فلفل حار، معانا معلقة فلفلة حلوة، معانا مكعبين من الزبدة، معانا معلقة مستردة. هتاكلي فراخ مشوية النهاردة ما اكلتهاش قبل كده. هنمسك البصل ده نقطعه جوليان، نقطعه شرايح، نقطعه سلايز، مالكيش دعوة بالمصطلحات اللي بقولها، أهم حاجة إن الفراخ البصل يتقطع بالشكل ده كده. نفس الطريقة كده، نفس الطريقة كده، نفس الطريقة كده. أنا أحب البصل المشوي ده على فكرة، والبصل من الدرنيات، وكل ما تيجي سيرة البصل وسيرة الجنزبيل وسيرة الثوم أقول فوائدهم. تحريك الدم في مسار الجسم كله من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى للأسفل، وخاصة الشرايين الدقيقة، دور الجنزبيل والبصل والثوم فوائده لا تعد ولا تحصى. بصلها وسومها. حلوة كده. البصل في قلب الايه؟ طاسة او في قلب الكسرول اللي احنا شغالين فيها. حط عليه شوية بقدونس، سنة شبت، شوية فلفلة حلوة، حلو، عصرة ليمون في طريقي، قرن فلفل حار في طريقي. كل الحاجات دي مطلوبة، عايزك تبقى شطورة كده في المطبخ. والفراخ بتستوي. سلايز ليمون ده كده، حلو الكلام. ناخد الفلفل ده كده. انا بحب الفلفل مع الخضرة دي، شوية الملح، المعلقة المستردة، مكعبين من الزبدة. يا دلعك يا شيف، يا دلعك. وكل ده مع بعضه، تعالوا مع بعض نفركه برضو في قلب البصل. بإيديا كده، معاهم الزبدة، معاهم المستردة، معاهم الفلفلة الحلوة. الخليط ده مطلوب. نعم، سؤال وجيه كنت أتمنى من السادة المشاهدين حد يتصل ويسأله لي، ليه حطيت زبدة على البصل يا عم الشيف وانت بتخلطه بالمقادير دي كلها؟ دي حاجة جديدة. ما انا بقول مطبخ رؤية وفن وإبداع. لما بنوصل لمرحلة الإبداع ومرحلة التفوق، خلاص المرحلة اللي هي مرحلة الوصول للقمة. الزبدة تقلبتها مع البصلة في حالة وضعها على الفراخ يساعد على كرملة البصل سريعا، ولونه الفوسفوري الجميل من غير ما ينشف ومن غير ما ياخد وقت. هاخد الخلطة دي زي ما هي كده بعد ما اقلب الفراخ واتاكد ان هي خدت لون، انزل بيها على الفراخ. الله على الحلاوه. بص على الفراخ بالله عليك وغازلها، بص على الفراخ وغازلها، تستاهل، تستاهل الغزل. الله، ايه الحلاوه دي. خدت لون، تبلت زي ما هي كده يا عم الشيف. يلا بينا، شيل دي من هنا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بالخلطه دي يا عم الشيف، عشان لما بقول لك هتاكلي فراخ ما اكلتهاش قبل كده مش من فراغ. لسه ما خلصتش يا غالي، انا عارف انك انت مبسوط بالصوره الحلوه. فراخ مشويه سميها على طريقه المغازي بالله عليكي.
واكتبيها على باب التلاجة على طريقة المغازي بنفس الطريقة ونفس المعطيات ونفس البرهان لغاية لما ناخد المطلوب إثباته. لسه ما خلصتش بالله عليك. في نفس الكسرولة من العمود الفقري بتاع الفرخة، من السلسلة بتاعة الفرخة، من البوكيه جارنيه بتاع الفرخة. وتبلهم كده. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هو ده اللهم صل على النبي. سمي بسم الله وربنا هيزيدك علم ان شاء الله. تعال ناخد الفراخ دي بعد ما استوت. نبص على الكيكه اخبارها ايه. تعالوا مع بعض ندخل الفراخ في الفرن عشان هي مطلوبه تخش الفرن. اللهم صل. حاضر يا فندم. هناخد الفراخ زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه. الله. فين يا عم الشيف؟ على الشبكه. الله. وفي الوقت المناسب الكيكه خدت الشكل اللي انا عايزه. شوف الابداع ما بين الكيكه بالشوكولاته، وانزل تحت بالله عليك شوف لي الكيكه مع الفراخ. ومن جور السعيد بيسعد.